ضيفنا لهالليلة فنان درامي بامتياز، راعي لكثير من المواهب، كوميدي جداً. كنا حنبدأ معاه مباشرة اللقاء، لكن هو كان مصر أنه يشرب الشاي بالنعناع، فقلنا نصلح له شاي بالنعناع. أبو طلال، أهلاً، حياك الله. أنا سعيدة جداً أنك أنت معي في هالحلقة، إن شاء الله يعجبك الشاي. نبدأ. الله الله، شاي بالنعناع، صناعة يدي. دحين نبدأ. يلا نبدأ. حققت الكوميديا السعودية في العقدين الأخيرين انتشاراً ونجاحاً على المستوى العربي، وتحرر الفنان السعودي الكوميدي من التكلف، فكسر بعفويته الصورة النمطية عن الفن الخليجي. ضيفنا الذي بدأ حياته كحارس مرمى ليلعب بمهارة عالية فيما بعد أدوارا بطولية وشخصيات متنوعة، ويمرر الضحكة للمشاهدين عبر أدواره الكوميدية. يوسف الجراح، فنان سعودي من الطراز الفاخر، حققت أدواره ومسلسلاته نصيب الأسد من الشهرة والانتشار، وشكل ثنائي ناجح مع الفنان حسن عسيري في مسلسل كلام الناس، كما شكل ثنائي ناجح مع الفنانين ناصر القصبي وعبد الله السدحان في المسلسل الشهير طاش ما طاش، وغيرها من الثنائيات التي تميزت بها الشاشة السعودية. وكانت آخر أدواره العم غيث في حارة الشيخ، ليبقى حارس المرمى القديم حارسا للبسمة على شفاه المشاهد في كل مكان. ولادك ضعيفة، ما تقدر تشيل شونك قدام الرجال. حياك الله وبياك أبو طلال، كيفك؟ خير، عساك بخير، يعطيك الصحة والعافية. نورتنا وشرفتنا بهالبرنامج الجميل اللي أنت مجبره. الله يخليك، أنا أبارك لك البرنامج ويعطيكم الصحة والعافية كل الشباب الحلوين الموجودين وهالديكور الحلو الجميل. الله يخليك، الله يعطيك الصحة والعافية. خلينا ندخل على طول بمواضيع الدراما والتاريخ. يوسف الجراح أبو طلال، إيش السؤال اللي على طول تاريخ وتاريخ؟ تاريخ ولا يعزنا. هي بكل بساطة يعني أبو طلال مثل ما أعرف الناس وقلتها كثير، هو المدرسة وبالصدفة. الله، كيف طلع من الحمد لله. كنت مدرسة قبل ما لا مدرسة مرة بالصدفة. بس خرجت من الجامعة بالمدرسة نفسها الثانوية. ودائما كل لقاء هذا الإنسان أنا أحبه أذكر وأذكره بالخير دائما، سميش على رشيد يعني. كنت كورة ما كورة مدرس، كان هو المرشد الطلابي في ثانوية الأبناء. بس كل شغلي أنا مش عارف ليش يعني إنه أحب الكرة، فشافني أرى من المسرح يلي تعال المسرحية ودخلته من يومها يعني. كم كان عمرك أيامها؟ يعني ثانوي أعتقد كنا، لا بس تبتخلنا عن الثانوي يعني 17 سنة. فيها يعني نقطة بحياتك ما يعرفونها المشاهدين، يمكن نصهم يعرفها، أنه أنت كنت حارس مرمى في فريق الهلال. لا في نادي الهلال، لا الكل عارف ما شاء الله، خصوصا النصراوية. حبايب النصراوية. نصراوي هلالي. لا لا، أنا البيت عندي كلهم نصراوية. البيت عندي الله يحفظهم يعني أولادي وزوجتي الناس كلهم. نصراويين. نصراويين، وبعدين في نواف هذا نيفو حبيبي هذا نصراوي. يعني ما اتكلم معه خلاص يعني في مباراه هلال ونصر او شيء لا يمكن يعني. الوالده هلاليه جدا. الوالده هلاليه جدا طول عمرها. فقصه الهلال في المتوسطين مثل ما قلت لك قبل، كنت احب الكوره. ما طولت هنا؟ لا بس ما طولت في النادي لسببين بصراحه. انا اعشق الكوره واعشق نادي الهلال بشكل غير طبيعي، لكن لما اجي اوازنها ما بين دراسه وبين تدريبات والتزامات حسيت ان الدراسه حتروح، وخصوصا كنت في المتوسط، في المرحله المتوسطه، كنت ثاني متوسط وثالث متوسط يعني.
فعلى طول تمرنت 6 شهور كذا. الله. ولا لو انا لاعب ذيك الايام والله الله اصير محلل رياضي اليوم. اكيد. وبعدين ما شاء الله عليك يعني اقامتك يعني عندك المواصفات طويل القام عريض المنكبين يعني حارس مرمى عريق. الله يحفظك. يعني واحد ينفع حارس دفاع يعني صالح النعيمة حبيبنا الامبراطور حبيبي. لك صداقات في الوسط الكروي؟ كثير كثير. شوف الحمد لله شوف يمكن يجي عند الناس احيانا انه والله اللي في الوسط الفني في الوسط الفني اللي في وسط الرياضه وسط الرياضه بنجتمع. وخصوصا شوف انا اقول لحضرتك انا احب المكان اللي فيه الضحكه البساطه. اكيد. وكثير من يعني اخواننا حبايبنا اللاعبين يعني فيهم بساطه وفيهم خفه دم. والله العظيم يعني يمكن تتفاجئ من كلامي فيهم خفه دم اكثر بكثير من اكبر كوميديان موجود عندنا. الله. والله بس انه لاعبين ما حد يدري عنهم يعني كوره مش عارف ايش وده. والحلو فيهم يعني الان وخصوصا تعرفي الاحتراف المساله هذه كلها ربت فيهم التزام الوقت التزام الله. الجلسه التزام الكلمه التزام حتى مع مقابله الجمهور تلقاها تركيبه شخصيته يعني هذا انا احب هالشخصيات الجميله دي احب اجلس معهم ببساطه ونضحك وده. جلسة فيها نكد ما أطول دقيقتين والله إحنا معنا حتطول اليوم أكيد. لا لا إن شاء الله نطول ما فيها نكد. طيب إيش تقول عن الناس الآن في مرينا في مرحلة من مراحل التعصب الرياضي الشديد لدرجة أنه حتى لما يكون مثلا المنتخب السعودي أحيانا يكون في حزازيات يعني نبي كذا نصيحة توجهها للمشاهدين وأنت يعني لاعب سابق حسستيني المدرب انا والله تستاهل والله قلت له 6 شهور وجا فيني كم هدف ومشيت يعني ما طولت فيها يعني. لا والله شوفي هو التعصب الرياضي هو كل شيء التعصب الرياضي لكن لو اخذنا مثلا في قلت الله يحفظك اللي هو مثلا المنتخب تلقى من الهلال ومن النصر ومن الاتفاق ومن الوحده والاتحاد والاهلي عشان لا يزعلوا اوكي من كل النوادي لكن هنتكلم مش هو المساله ما هي تعصب للنادي نفسه انا احسها تعصب لبعض الشخصيات اللي موجوده في النادي المنافس في النادي المنافس انا دخلت نادي الهلال دخلت نادي النصر كفعاليات في رمضان تصير احيانا يعني دوري كره قدم او شيء والله جميل جميلين وحلوين وزي العسل ما يهمنا وهذا طبيعي يعني انه يكون في 20% متعصبين يسوون مشاكل وهذا يمكن لكن ايش اللي يزعل اكثر سيبك اللي في الملعب هذا ملعب موضوع ثاني هل تفحيط اللي زي العسل هذا ايش ما هو عسل خالص ابدا يعني ازعاج طب ليش الله يعني انا لو اقول كلمه حق الله يعطيهم الصحه والعافيه حقون الدوريات والشرطه يتعبوا كثير المرور يتعبون كثير يعني يتعبون كثير يعني خلي الكوره تطلع حلوه صح تزعل انك خسرت تروح البيت يعني ازعل روح صيح في البيت زي ما تبغى ابكي زي ما تبغى صح. ماشي بس ما تزعج الناس بس ما تزعج الناس انا ايش دخل اهلي تبي تزعج اهلي في الجامعه يعني. صح فاز النصر ولا فاز الهلال ولا مش عارف صح بس لو في نصيحه ما نقول نصيحه بنقول نقول لهم الله يسعد قلبكم يعني الفوز والخساره يعني هذه الفوز بس مش انا الفوز والله طيب خليني انتقل من التعصب والرياضه للدراما الجميله اللي كان لك يعني بصمه حلوه فيها قبل ما ادخل على الـ يعني الـ الذكريات الحلوه نبي ناخذ رايك برضاك انت كممثل لك بصمه على الدراما الان والله بخير الحمد لله يعني بالعكس تشوف اشياء احلى واحلى يعني يمكن طلعوا منتجين جدد الان في منتجين جدد لكن لو تكلمنا خلينا ما ابغى اتكلم عن انا ما احب كلمه عصر الذهبي والعصر المشارف طيب لما اتكلم انا الحين على الجيل اللي موجود واقول والله هذيك الايام العصر الذهبي طب ما هم الماس الحين بسم الله عليهم ان شاء الله وزي العسل وقدموا اشياء حلوه ولكن في ذيك الفتره صح. ماشي كان في اشياء ناخذ على سبيل المثال يمكن اكبر يعني اكبر مثال استاذ ماضي الماضي الله يعطيه الصحه والعافيه اول ما بدا بخلق شيء اسمه مسرح تجاري او خارج يعني جمعيه الثقافه والفنون لما قدم للسعوديين فقط والد الدير كانت في نادي الشباب وعملنا فيها لفه حلوه ورحنا الشرقيه ورحنا مسرح المسرح رحت القوعيه الوشم رحنا لنادي الوشم عرضنا فيه فكان فيه بس كانت فيه
كان في شيء اسمه ناصر، شيء اسمه عبد الله، شيء اسمه راشد، يعني كانوا جديدين على الناس. صح. يعني لما نتذكر اساتذتنا الله يرحمه، واحد الواسع استاذ محمد العلي رحمه الله عليه، واستاذي وحبيبي بكر الشدي، وكلهم حبايبنا، واستاذ عبد العزيز الحماد الله يرحمهم جميعا، كانوا في 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 شغل، ولكن كمسرح. لكن التلفزيون، وخلينا نكون صريح، التقصير مش كأيوكي عمل اثنين، بس ما كان فيه ذيك الأعمال الكثير. حلو. اللي خليني أقول الجمهور كان يقول ودنا نشوف أكثر وأكثر 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 وأكثر. أنا اللي أتمناه من التلفزيون حتى الآن. وبصراحة ولا تزعلوا ولا تمنتجوها. لا ما منتج، هذه المخرج. أرجوكم بأذمة وأمانة. لا تخلوا الجيل الحلو الجديد اللي طالع الآن، ما أتكلم الممثلين بس الموجودين، حتى اللي في سناب شات اللي عندهم قدرات التمثيلية، احتضنوهم بشيء جميل لكم. لا تخليهم يتسربون زي ما تسربوا القنوات الثانية. صح. حبايبنا اللي موجودين، بالعكس القنوات الثانية خدمتنا كثير بأمانة. تلفزيون حبيبنا كمان خدمنا كثير. لكن عارف لما يكون واحد ودي نقدم حلو شيء شيء بالتلفزيون في رمضان غير رمضان طول السنة، سهرات ثلاثيات مسرحيات، هذا الشيء اللي موجود. لكن أعتقد إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله يعني في الفترة الجاية، وخصوصا بوجود هيئة الترفيه كمسرح كسينما، حتى الأمور التلفزيونية بتعاون مع وزارة الإعلام مع هيئة الترفيه والتلفزيون، هيكون في شيء كثير بإذن الله تعالى. إن شاء الله. يعني آخر لقاء كان مع هيئة الترفيه، أنا طبعا ما كنت مسافر، كان عندي مسرحية كنت قدمتها في العلا. الله. وفي اخر يوم عرض طبعا عارف انه في اجتماع حيكون، واجتمعوا، فكانت البوادر بوادر خير، وعارف انا عن الاجتماع من اول يعني، لكن هذه خطوه حلوه، خطوه جميله، خطوه جدا. كويسه جدا. لكن السؤال الحين اذا احنا نبغى نقدم شيء كويس، اتمنى التلفزيون السعودي يكون له بصمه يعني مع الجيل الحلو الجميل الموجودين، حتى عوده النجوم وحبايبنا واخواننا. أيه. اللي صاروا ما يتعاون. جميل. ما صاروا يتعاونوا مع التلفزيون. أيه. وانا اقصد فيها ما يتعاون مع التلفزيون، لانه يعني تتكلم زعلوا. أيه. من التلفزيون تتكلم انت عن الممثلين اللي برزوا في السوشيال ميديا، طيب انتم كمنتجين ما لكم دور انه انتم تقدمونهم للتلفزيون السعودي؟ انا قلت لك هنتكلم بكل صراحه، واحنا في المجلس. أيه. واحنا في برنامج جميل التلفزيون السعودي، يعني اوكي بيعمل عمل او عملين. أيه. في السنة. أنت لكن انت عندك ناس كثير، يعني لو نقول 15 عمل لسه احنا نقول في ناس كثيرين ما تقدموا في التلفزيون السعودي. انا اللي اتكلم فيه وبين قوسين وتحت 3000 خط. ارجوكم ارجوكم لا نقول ميزانية، لا نقول مش عارف ايش، خلينا اوكي الرعاة موجودين، خلينا نشتغل زي قطاع الانتاج اللي موجود في كل القنوات اللي موجودة. انا عارف ان هي الميزانيات اللي موجودة ترهب، ما اقول لا. صح. ولكن في حلول ثانية بتشتغل فيها القنوات الثانية، القنوات الخاصة اللي موجودة. حلو. كيف تتركب، كيف تصير، كيف مش عارفة. في فترة من الفترات التلفزيون السعودي اشتغل فيها بشكل كويس وقدم مسلسلات حلوة، لكن أنا أربط حاجتين الله يحفظك، اللي هي كيف نقدم أعمال كثير، كيف نرجع الناس لقناتنا الحلوة الجميلة هذه، وكيف نحتضن هذول اللي موجودين الجيل الحلو الجميل هذا. أي. وما أتكلم بس على السوشيال ميديا، أتكلم حتى الفنانين اللي لهم موهبة حلوة. حتى البرامج أنا ما بركز على فكرة. أنا لما أتكلم دائما ما أتكلم بس مسلسل أو مش مسلسل، لا، حتى البرامج، برامج. صح. الحوارية اللي موجودة، برامج المسابقات اللي موجودة، هذه كلها ترى فيه مساحة كبيرة جدا، والكل يحب التلفزيون السعودي. ما يعني ما نقول والله إحنا رحنا للقنوات الثانية الـ MBC ولا دبي ولا أبو ظبي. إيش ينقص التلفزيون السعودي عشان يطلع صح؟ هو صح إن شاء الله، لكن لازم يصير فيه تنوع في البرامج. تنوع في المسلسلات، تنوع في الأشخاص نفسهم. صح. المنتجين اللي يكونوا موجودين، المنتجين. ايه؟ منتجين يعني لا تصير بس المسألة رمضان والسلام عليكم وعليكم السلام، لا بجد يعني هو طلب. وأتمنى إن شاء الله من برنامجكم الحلو هذا الجميل، وأتمنى ما تمنتجوها أوكي. لحبيبنا وزير الإعلام الله يعطيه الصحة والعافية، وهو قادر إن شاء الله بإذن الله تعالى إنه يعني يعمل شيء حلو، يرجح المجموعة الحلوة الجميلة، تقديم عمل زي العسل.
ايش اللي انت تذكره من البدايات؟ اول دراما انت دخلت فيها وكان لها بصمه جميله، خصوصا انكم يعني اول ما ظهرتوا ما كان في سوشيال ميديا ولا كان في يعني فضائيات كثير، يعني كان التركيز اكثر، المجتمع السعودي مركز على القناه الاولى والقناه الثانيه، فكان وهجكم اكبر. الدراما اللي انت تذكرها اول ما دخلت فيها، انا رجعت لك ذكريات جميله. شوفي ترى اقول لك شغله، انت كمان السؤال كانك تحسسين لي 60 سنه. لا اسم الله عليك. لا شوف انا بقول لك احنا عمر التلفزيون كله قصير. اي انا عارف، هي حتى القنوات يعني بعد يعني لو قلنا 92 ميلاد 93 ميلاد بدات الامور القنوات. انت بديت صغير جدا يعني. لا على فكره احترافا انا ما بديت الا بعدين، لكن هي حكايه جامعه ومسرح ومش عارف ايه، لكن التلفزيون تركيزه ما بعد الجامعه، يعني ما اقول لك احتراف. اي والله مع انه احيانا يقولوا اعتراف بصراحه، يعني اخذ من البيت واستثمرت انت في الاعلام برضه، بس نبي نتكلم عنها بس الحين. بالضبط. اي الدراما اللي انت الدراما لكن لا انا اللي اتكلم يمكن اول عمل انا حبيته، وخصوصا لما كنت في المسرح وهذا، يعني ما ادري احس اني ودي العب كوميدي. ليش؟ مش عشان والله اني والله انا كوميدي مش عارف، بس بتشوف اللي موجودين الاستاذ الموجودين يلعبوا شيء كوميدي تقول يا ليت يكون لي شيء بسيط. بكر الشدي رحمه الله عليه، ابو فيصل حبيبي رحمه الله عليه، اول ما قدمني في المشاهد التلفزيونيه كانت بسيطه، هي بدايه ناصر وعبد الله واستاذ بكر هو قدمهم بالشكل هذا، فكانت مشاهد بس ماني عارف ايش لعبه التلفزيون كيف طريقه التلفزيون، فقلت اقول كلمه كلمتين طبعا طلع دمي ثقيل عادي بالبلع. لكن ما بعد كذا لما جات برامج الى ما جات سهره من غير ليش، انتاج حبيبنا ابو تركي عبد الله السدحان وخراج استاذ عامر من غير ليش، كان دور حلو وشاب يدافع عن ابوه مش عارف ويضربه مش عارف، بس احتضنني اكثر في البدايه كمنتج استاذ ماضي الله. اللي فعلا قدم سهرات وقدم مسرحيات واشتغلنا فيها مع بعض يعني، وبعد كذا عاد خلاص بدا طاش وبدت الامور، بدات الشخصيات اسعد عمر قلي مش عارف مين، مسلسلات البدويه في سوريا مع الاستاذ منذر النفوري رحمه الله عليه، ففي مجموعه كبيره من الاعمال اللي شكلتني الى ما عرفت وين الدنيا رايحه كيف انا ممكن اروح يعني. هذا من الدراما يعني، انا ما ودي اطول من هذا تقديمه او شيء مش عارف يعني، ما ودي اطول ولكن ولكن تاريخ جميل. تجربه ال هو يسمى مذيع ومقدم، لكن الاعلام البرامج الحواريه. صح، انا اشتغلت مذيع. انا برامج حواريه اشتغلت كثير واشتغلت برامج مسابقات، يعني اليوم منافس لي وافتخر واتشرف. لا العفو كلمت اكثر منك. يهمنا جدا انه المشاهد ياخذ منك يعني الامور اللي يمكن انت ما قلتها قبل كذا، او يمكن غابت عن المقدمين في بعض نقاط من حياتك، نقاط من السي في تبعك ما قلته للناس. يعني متى حس يوسف الجراح انه هو بات مشهور في لحظه من الزمن القديم؟ لما تنزل الشارع كذا يجوك يلتموا عليك، تحس كذا انك ملك. لا الله يحفظك، مو للدرجه هذه، بس من انا صغير يعني كنت اطلع الشارع وانا احس نفسي ملك. مره مغرور، مره مغرور. لا والله هي يمكن من غير ليش عملت شويه شغلات يعني بدات الامور، لكن لما بدا طاش ايوه، وخصوصا قبلها كمان سهرات هنا بدا طاش، ولما جات الشخصيات الحجازي واحد واثنين، واحد واثنين طاش انا ما اشتغلتها مع اخونا وحبيبنا عامر وعبد الحمود، لكن في الثالث ما استاذ خالد الغانم لما بدا طاش في ثلاثه، طاش ثلاثه بتعرفي رمضان وعلى التلفزيون السعودي والناس جالسين في رمضان، واول عمل يعني خليني اقول لك يجذب الناس ككوميديا عند التلفزيون السعودي خصوصا بعد المغرب، فكانت التلفزيون السعودي كان سباق في الموضوع هذا على كل القنوات حقيقه. لكن لما بدأت حلقات تجي أشوف ردة فعل عند الناس زادت، كان أوكي يعني يمكن لو مروا عشرة قبلها عشرة يمكن كم واحد مش عارف إيه كذا كذا شفناك أعطيك العافية، بس بعد هذه بدأت الأمور غير هذه. أنا حسيت نفسي أعوذ بالكلمة أنا أنه ترى الدنيا بدأت تتغير. لا تتغير حتى في، ما أقول لك أن أنتقي ولا ما أنتقي ومش عارف، هذا موضوع ثاني، لكن حتى التعامل مع الناس، مع النفسيات اللي قابلك، مع الشخصيات اللي تغيرت. في سؤال يجي يقول لك يا اخي كيف والله انت تتعامل مع الناس وزحمه مثلا على سبيل المثال، يا اخي بالعكس
هذول تاج راسنا راس مال دنيا. والله العظيم ما احب اعيش بشخصيتين ذي شخصيتين ما احبها مره ابدا. حكايه انه والله في البيت شغله وقدام في التلفزيون شغله وعند الناس شغله وقدام نشي نفسي والحاجات هذه كلها مره ما احبها مره ما احبها. طيب احنا الان مجهزين لك كذا شغله جميله والله هذا شيك اجمل من الشيك. انت ما تشم ريحه كذا؟ لا لا شيك حق المنتجين هذا عشان تعميد ان شاء الله باذن الله. معانا الحين كذا حفله بسيطه ومش حفله يا بنوته باديه بدايه ناجحه ان شاء الله. انا وياك حناخذ القهوه والشاي كذا ونروح الان للحاجه الجميله لذيذه بس يا رب بسم الله. شغل مرة مرتب، شكل جمعة البنات اليوم بتصير عندي. الموضوع الله. موضوع عشاء ما شاء الله. موضوع عشاء وموضوع مشاوي. شوف الترتيب ما شاء الله تبارك الله. هذا الشهر لازم نشوف الانام الذهبية. شوف كيف الانام الذهبية جميل والله. حلو 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 ما شاء الله. يلا عشان اليوم مشوي 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 دجاج مشوي. الله وايش تحب انت تاكل من مشاوي؟ والله يا ليت العشاء كله يجي بعدين. العشاء الحين هنحب كل شيء. الله لا المشوي انا احبه. شكرا الله يسلمك. الله يسلم يدينك اسماء. الله يسعدك احمد الفساوي. الله يسعدك تسلم يديك بالعافيه. تسلم يديك ان شاء الله يعجبكم. ان شاء الله جدا جدا. تعرف انا كيف احكم على المشوي سواء كان دجاج او لحم مشعل لما تقطيع نفسها اذا كانت صح. سهله ايوه تكون أيوة. يكون استوى اي ممكن. طيب ايش سر اليوم حصير مدير معك خذ راحتك. اسمع مشوي مشوي هذا ايش ايش يميز شوي اسمع عن شوي باقي الان. طيب ايش انا راح يكون بالطريقه الحجازيه في متبلات غير طبعا السر ما راح اقول لك عن المتبلات اكيد بعدين بعد ما نسكر الكاميرا نقول ايوه هذا هو اللي يميز الشوي. ايش التتبيلات يعني مثلا اوكي معروف انه فيها سر لا بس طريقه التحضير من غير السر اللي قلتي طبعا انا اخليها لان تكون سعراتها الحراريه اقل تعرف الكوليسترول والدايت وزي كذا فانا اغلب مشوياتي اعتمد فيها انها تكون يعني تكون قليلة الدسم صحية بالضبط. فكثير الناس يعني يفتقرون هذا الشيء يلا كله على الزيت والكوليسترول يضرب فأنا يعني حبيت أن يكون مشروعي مشاوي قليل الدسم. طب أقول لك شيء من الأسرار هل ينفع زيت الزيتون نشوي؟ مرة جيد طيب صحيح مرة جيد. طيب أسمع متطلبات المرأة بشكل عام الآن يعني تطورت كثير وأصبحت في نساء كثير مثلك وشرواك أنه يبتكرون أعمال منزلية أو حتى بعيداً عن المنزل في النساء بيعملوا مشاريع خاصة زيك إلى أي مدى وصلت المرأة السعودية تتوقعين في هالمجال هذا؟ الحين أغلب النساء السعوديات صاروا ريادات أعمال يعني صاروا يشتغلون بالبزنس كثير تركوا مجال الوظائف شوي كل واحدة تبغى تشتغل بزنس لنفسها تبغى يعني تطلع قدراتها مواهبها. حلو انت ايش رايك في موضوع الاستثمار تو كنت اتكلم انا وياك ايش رايك كنت تقول لي انه المرأة اقدر من الرجل في الاستثمار هو غير الاستثمار دائما سبحان الله في الاعمال انا اشوف دائما في دقة في تنفيذ الشغل في صحيح. في الحديث عن منه لكن نقول في الإنجاز مثلا أنه أسرع وفي في التفاصيل أدق شوية من الرجل صح يعني حتى مثلا على سبيل المثال هو دائما يقولوا لك أنه مثلا أفضل من يطبخ هو الرجل بدليل شوف البرامج اللي موجودة لكن أنا شايف هذا في بس ما يعرف يدير يعني
لا ممكن يدير بتورطينه مع رجال لا ممكن يدير اوكي لا بس اشوف الفتره الحاليه مثل ما تفضلت الله يحفظك اختي انه ما كان همها الوظيفه اكثر منها يكون شغلها استثمارها لنفسها صح. والعائد لها لنفسها في الوقت اللي تبغاه حرة في وقتها واو. مع انه على فكره كثيرين يقول لك انه والله مرتاحه مش موظفه انا احس انه العمل ياخذ منك وقت وجهد صح. اكثر مما كنت موظفه صح لانك انت بتقدم شيء تبغى فيه الجوده وعندك منافسه مع الغير صح. ليش انا اروح لك ما اروح للثانيين الا اذا كان الجوده يعني. صح ولا لا صحيح. ايش الصعوبات اللي جات في البدايات في البداية ما كان المجتمع تقبل إنه سعودية وشوي وتطلعين شاليهات أو شيء زي كذا الحين لا بالعكس هذا في البداية الحين لا بالعكس صار الناس يقولون جاهز تغير وجهة المجتمع تغيرت كثير لا بس موجود ترى اختي تعرفي أول يعني خصوصا من نطلع استراحات يعني ما نقول مع أهل بس لما نكون مع الشباب يعني انه والله نعرف والله يا ام فلان تطبخ مش عارف مين او أيوة فلانيه تطبخ حق حافظات ودنيا مش أيوة عارف مين وهذا وشغلات يعني قريب من طبخ البيت عشان كذا تصير قريب لل قريب للنفس اكثر طبخك حلو كذا اخذتي ورثتي من الوالده اي أيوة والله من الوالده الله يحفظها أيوة يا رب العالمين الله يسعدك طيب اسماء الترتيب هذا الجميل الشموع والاضواء وما شاء الله يعني كان فيه زي هذه المناديل السفرة او المنديل وبعدين هنا في العلامة الحلوة اي علامتها جميلة بس ما شاء الله يعني الافكار هذه من وين ابتكرتيها؟ امي اساسا هي مدرسة متقاعدة اشغال فنية ما شاء الله فبصراحة هي اللي سوت هذا المنديل هي اللي ساعدتني في الترتيب هذا المنديل نشكر ماما اسماء الله يجزيك ماما اسماء نشكرها جدا يعني ما شاء الله ما شاء الله اي ففي اشياء كثيرة انا اخذ تفاصيل منها يعني صح ان البنات يبغون اشياء مودرن اشياء جديدة بس ارجع لامي اسالها الحين زي هذه المناديل بصراحة هي اللي خيطتها لي هي اللي سوتها اي والله يعني هذا سبيشل لاسماء بس بالضبط تقدموا حفلات كثير يعني بمعنى انه والله تنظيم ايوه تنظيم زواجات اعمال الحين التخرج وما التخرج ايوه اعياد ميلاد كلها نسويها منظمة حتى لو كانت اشياء ضخمه يعني بالضبط خلاص يعني انت حتى تعامل معها استاذ يوسف ان شاء الله باذن الله خليك الله ان شاء الله الله كلهم يكلمونك ان شاء الله يعني لما نقول احنا تنظيم حفله كامله بكل ما فيها بمعنى كل شيء بمعنى بالمشوياتها بالحلاها بالدنيا ايش الحلويات اللي تروجها كيكات تسوي فيها رسمات وما رسمات أيوة تعمليها ايوه اسويها كمان اذا حبيت مثلا يكون في عماله عندي عماله مثلا للتقديم اوكي اي خلينا في الحلقه خلينا العمال اهم شيء ايش هذا في كيكات اللي هي ايوه في الكيكات اقدر اسويها التورتات اقدر احط صوره العروسه المجسمات هذه كلها اسويها حلو حلو ما شاء الله تبارك الله حلو طيب يعني حدثيني اسمع عن الدعم في جهه معينه دعمتكم اول ما بداتوا صراحه لا كنا نشتغل انا وامي يعني ما في يعني الى الان ما في ايش في فيها يعني شوف انا في شيء اسمه الاسره المنتجه وهذا أيوة لكن هل انتم تعتبروا مثلا والله عملكم هذا تعتبروا اسره منتجه ولا بزنس خاص يعني انا ما ودي اخلط هذه بهذه انت كيف لا انا اعتبره صراحه بزنس خاص بزنس خاص يكون موجود لكن لما يكون في فعاليات او معارض للاسر المنتجه بتقدموا لهم ما شاء الله تبارك الله يعني صحيح كثير في اسر المنتجه ما شاء الله كثير حاب للترفيه لل شفت المعارض عاملين كم جو مره عسل صحيح زي وفي كم اسر المنتجه ان شاء الله مستقبلين ليك الصحة والعافية ايش ودك تقولي قبل اخر انا المخدم اخر 30 ثانية ايش بتقولين عندك الامنية وهنا الكاميرا قدامك وخذ راحتك ان شاء الله باذن الله اكون منسقة حفلات كبيرة ان شاء الله مشهورة باذن الله عالمية ان شاء الله وان شاء الله انسق لك حفلة باذن الله الله يخليك ويحفظك ان شاء الله احنا يعني انا عني بصراحه بلم الاكل الله يعطيك الصحه والعافيه بالعافيه يا قلبي شكرا لك حبيبتي الله يسعدك عندما تولد الموهبه وتكتشف في الطفوله وسط بيئه تؤهله لذلك يصبح لديه الاستعداد الكامل لممارستها في مراحل حياته ليقف على مسارح الحياة ويتغنى بها ما أطولك ليل ليل البعاد والانتظار ما
أطولك ليل سارق من عيون النهار. ناسي زمانك زمانك يا شجوني، عارف مكانك مكانك في عيوني. ما أطولك ليل ما أطولك، ما أطولك. عاد هذه الأغنية الوالد محتفظ بتسجيل، كان يحكيني يقول لي أنا كنت أعزف لك العود عمرك 3 سنوات ونص تقريبا أو 3 سنين، هذا العمر يعني لهذه الأغنية، ومن هنا كانت البداية. انت حبيبي والهوى صحبة وطريق، انت رفيقي وما ابي غيرك رفيق. انت حبيبي والهوى صحبة وطريق، انت رفيقي وما ابي غيرك رفيق. محتاج امل منك يكون صافي الخطا دافي العيون، طاغي الخطا دافي العيون، وعندك امل عندك محتاج امل، عندك عندك امل، عندك محتاج امل عندك. يا سيدي يا عيني الله عسل، الصوت رائع كذا زي الميه الجاريه ما شاء الله جميله عسل عسل ما شاء الله عليك، فنون ملهمه عاد. يا عيني عليك والله عسل ربي الله يعطيك العافيه. صوتك رائع، يعني تاثرت بمطرب معين؟ متاثر بال قريب صوته من اي مطرب؟ أبو طلال متميز بسم الله، صوته لوحده متميز يعطيك الصحة ولا، بس طبعا الواحد لازم يتأثر ايه فنان قبله أو شيء، لأنه طبقة الصوت تأثرت فيه صح؟ صح صح تأثرت فيه صح؟ نقتفي الأثر ربي يعطيك الصحة. كم سنة لك؟ أنا مقدم اليوم خذ راحتك وانطلق. تقريبا من 3 إلى 3 سنوات ونص. 3 سنوات ما شاء الله. وشارك على فكرة عبد الله برامي، شارك ب سوق عكاظ الأخير، كان مبدع جدا أستاذ محمد عبد الله ما شاء الله الحمد لله، يعني كانت يعني فرصة ظهور يعني موفقة الحمد لله. كيف الجو؟ أعطيني الجو حق البروفات حق سوق عكاظ كذا والجو. أجواء ممتعة في نفس الوقت تحس بتوتر، تحس في مسؤولية في الموضوع طبعاً، حكم أنك أنت فنان شاب تقف مع فنان يعتبر رمز من رموز الوطن، رموز الفن. بس على فكرة منور بساطة الدنيا أي جداً بأمان والله جداً. كيف كان يعني تعامله معك؟ قلت له أنا أنت ملهم بصراحة، أنا بتوقف كلماتي بتوقف كل يعني ما أقدر أنا كل هذا الشيء تسمعه أنت اللي بأنا بغنيه ترى بعض مما عندك يعني. قال لك يا حبيبي كان يقول لي مجرورك نظيف، لأن الأغنية كانت مجرورة الله الطائف، قال لي مجرورك نظيف اعطينا من حدك من غير حبيبي. كانت على التراث اسمه طائفي مجرور إيه؟ قلنا فيها يا مرحبا بالكرام اللي لهم في القلب مقدار، والضيف لاح عندنا قادر عزيز وغالي. عسل وربي عسل 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 الله. طيب رامي للمهنة دائما شجون وتحديات وإلى آخره، إيش التحديات اللي واجهتك؟
كفنان ولا كفنان طبعا كفنان خلاص يعني على كاش وكذا ختم الجودة الأهل ختم الجودة ختم الوالد الله يطول في عمره إن شاء الله يصيب الخير يعزف مسي على والد رامي عبد الله بالخير إن شاء الله ويمسي الأهل كلهم بالخير طبعا سلم عليهم والعشاء عندكم قول يا رامي هو عازف للعود تقريبا لتسجيل عمري تقريبا 3 سنوات سنوات حاجة زي كذا أنا بغني معاه العود يعني حتى حروفي مكسرة ولا شيء بس يعني في محبة في الوالد عازف يعزف يغني يعزف عود ما شاء الله هذا البداية ابن الوزع عوام خلاص يعني من هنا أخذت بس هو ما كان في موقف يعني سلبي لا في المجالس يعني بينه وبين أصحابه عادي لكن ما في العائلة كذا كانت يعني حلو في الطائف سكان الطائف سكان يعني بتقول الطائف تاريخ عارف أجمل الألحان وأجمل الدنيا جوهم لوحده جميل مدارس الدنيا على ما نسمع على ما نعرف الدنيا كان في الطائف تعرف عصرت انت الجيل هذا لا انا ما له علاقه درست انت في الطائف ابو ضلال اسمع ابوي الله يرحمه كان يقول كنا في الطائف يعني انت ما سكنت في الطائف لا انا على فكره الناس اعتقد اني انا ساكن في الحجاز صح هذه مهمه أنا جدا من الرياض حياتي كلها في الرياض عشان اللهجه الحجازيه افضل بعد كذا الشخصيه لا من عنيزه وقلت 60 الف مليون مره هذا بس الناس حابين الشخصيه الحجازيه بيعتقدوا اني مولود مثلا في مدينه او في جده او شيء بالعكس انا في الرياض مش كان الرياض بس هي اللهجه اللي موجوده لكن احب الفنون احب اسمع على فكره احب نغمه العود الله بسم الله ما شاء الله على نغمه العود الله يعطيك الوالد هو علمك العود اخذت منه بصراحه ايه؟ اخذت منه العود لا اخذت منه انا احس اخذت منه العود لا وكان هو جات في ويسالك يا رامي فين العود حقي يقول اخذته لا جات فتره هو من ابوي من النوع اللي يحب غرابه كذا ما يحب احد طبعا اكيد داس العود من اللي جاب لك العود اللي جاب لي العود اول مره احد الاصدقاء اسمه احمد الحربي يعني هذا العود هدي انا نمس على ابو حميد ابو حميد مساء الخير طبعا مساء الفل ابو حميد ليش عندك ابو حميد ترى بعد ان شاء الله جيعان اليوم لا بدنا خلينا المشوي جميل بالعافيه والله الله يعافيك فقال لي جرب يمكن تطلع النتيجه يعني انا حاب الموضوع يعني وكان الاستاذ ابراهيم خواجه الله يمسيه بالخير كان يقول انا ما راح اسميك فنان لما تعزف الان يا سلام لما تعزف في قاعه برسل فجلست يعني كر وفر الى يومك باقي في كر وفر يعني ما يعني زملاء الوالد انت تقول لي اسماء فهل هذول من زملاء الوالد يعني زي استاذ جميل محمود الاستاذ جميل محمود واستاذ ابراهيم خفاجي ولا اقطع كلامك حبيبي الله يخليك ما قطعته هذا فيها عشوه ترى في ثلاث عشوه ولا يهمك نزلت مكه كذا محبه يعني الموضوع احب سمعت انه في احديه وفي إيه؟ مع احد الاخوه فرحنا ودخلنا مجلس الطرب وشفت يعني رموز الحجاز كلها موجوده في المجلس يعني كان مجلس ثقافي فني ادبي تاريخي صح يعني صح غير انه بس فن وغنى كانوا بيتكلمون في التاريخ وفي الثقافه وفي الادب والرياضه كل حاجه يعني فالفن يعني مجمع يعني مش فقط اني بغني وخلاص قدمت نفسك قدمت نفسي بصراحه غنيت اغنيتين مره بمايس العطاف اغنيه مالي مال الناس الله تذكر اول واحده غنيتها منهم؟ إيه مالي مال الناس مره سمع مره بي مره بي اول واحده انا كنت بستهدف الاستاذ ابراهيم خفاجي كلها اغنيتين طيب ايش رايك كذا عشان نسمعها؟ يعني نبغى نسمعها العود مالي هي طبعا يا سيدي خليك هذا عود الوالد انت حافظها ابو طلال؟ حافظ الاغنيه؟ انا حافظ كل الاغاني والله رامي حبيبي حيقول بس نبغاك تدندن معاه صوتك جميل الله يخليك يشكرك شكرا والله خايف على الاضاءه في داخله فنان صغير لازم ينمو لازم اليوم يطلع في اللقاء مره بها يا سيدي مر بي مر بي ما يسل أعطاف قدو لولبي ناعم الأطراف قل لي وش تبي صحت من ما حل بي يا صلاتي على النبي على النبي ما رأت عيني ولا في بالي خطر مثل ذاك الحس في شتى الصور ما رأت عيني ولا في بالي خطر مثل ذاك الحسن في شتى الصور روعة الإتقان في خلق البشر روعة الإتقان في خلق البشر صحت
من ما حل بي يا صلاتي على النبي يا صلاتي على النبي يا صلاتي على النبي يا حبيبي انت تحرجني لما تسكت الصوت الجميل بسم الله ما شاء الله حتى صوتك جمالك الله يعطيك طالع مطلع كده غلط بالعكس هو الجميل تفاوت الاصوات الله والله بسم الله ما شاء الله بسم الله مولود نجم بسم الله هذه اشاده من لا بقى كم وجد الله يعطيك العافيه ما شاء الله تبارك الله احنا نسمع اصوات يقول يا ربي يخلص بسرعه عشان يجي اللي بعده ربي يعطيك الصحة الله يعافيك ويبارك فيك إن شاء الله رامي تكوين فرقة موسيقية لأي فنان كيف تراها مهمة؟ في ظل الظروف الحالية اللي نعيشها مهمة جدا وفي نفس الوقت شحيحة يعني ما نلاقيها كثير قليل اللي يتعلمون موسيقى قليل اللي يطلعون برا يتعلمون لا في معاهد ولا في يعني الفرق الموسيقية موسيقى. الآن محدودة أخذوها الفنانين الكبار أبو طلال شفت يعني لا فكرة فيه يعني في فرق موجودة لكن هي مسألة ممكن أنت تختار مين ومين ومين لما نتكلم والله فرقة بسيطة تعمل حفلاتك البسيطة مش عارف إيش عازف كمان على إيقاع على أورج تلقى من الشباب الحلوين الموجودين وما أبغى زعل الفرق الكبار تلقى أدائهم أحلى وتلقى على الأقل في مستواهم في مستواهم لكن يعتبرون هو أنا معاك بس في الأخير شوف أنت حابب تحترف ولا تكون هاوي أنت كرام كرامي والله حاب احترف تحترف حتتعب معناته انه اذا انت تبغى لا انت لا تحترف الا ما يكون مع لا لا لا, لا مش حوارات انا اقول له انه حتتعب في ايش؟ انه زميلك حبيبي حق الايقاع زميلك الثاني حتى لو ما تعرفه تسمعت منه انه والله في عازف اورج عازف كمان عازف كونترباس عارف مش عارف العازف من هنا من هنا عارف مش عارف اللي هي هذا لما تكونهم انتم هذا ممكن يكون في جده هذا يكون هنا وهذا هنا لكن بيكون موجودين انت في الطائف يا سيدي طائف فيها ما شاء الله تبارك احلى ناس مليان الطائف اجمل ما موجودين وجمعيه الثقافه على فكره في جمعيه الثقافه والفنون الا بيكونوا موجودين يعني. تقريبا بس دور الفتره الاخيره صار معطل يعني ما عاد صار في دعم نهائي لدرجه صار في احباط لا انا قصدي ارقام تليفوناته على الاقل الا ما تلقى يا عم حتلقى موجود والله حتلقى والله شوف عادل. المشكلة انه حتى اكثرهم صار يرفض الظهور يعني يشوف ان الشيء ذا ممكن يسبب له مشكلة في المجتمع مع الاهل صح ما صار في ظهور يعني صار يعني الى الان الى الان في نظرة للمجتمع انه عازف العود او المطرب هذا شيء عيب تقريبا وشوف لا هي تركيبة عائلة بس خلنا نتكلم بكل صراحة شوف انت الحين في يعني متكون الفرقة هذه او شيء انت أكبر مثال عندك هل الآن الأمسيات الجميلة الغنائية اللي صارت تكون موجودة ففي دعم كبير للمسرح السينما هيئة الترفيه اللي موجودة الانطلاق بشكل أكبر لكن المشكلة لما تكون إنه والله هم مو معطلين على أساس إنه والله ما في ناس أو شيء يمكن المشكلة تكون عند الأشخاص نفسهم من ما بفضل عشان مثل ما تفضلتون أهله ما أهله مش عارف لكن كدعم موجود طيب أبو طلال يعني وزارة الثقافة والإعلام دورها في رعاية مثل الفنانين رامي مسرح التلفزيون يرجع زي ما كان صراحة مسرح التلفزيون اللي قدم جاهز. الناس زي العسل وقدم سعد المجيد عبد الله والمجموعة الكبيرة الحلوة الموجودة يعني يرجع هم هو رجع إن شاء الله بس رجع الحمد لله يعني. وأخبار طيبة أبشر طبعا أحد أسباب تراجع الأغنية مسرح ما في مسرح صار الجديد يتقدم يسمونه فنان استوديو أغنية استوديو تنسى حتى ما تقدر تخلص الأغنية صار تسويقها بطريقة ما هي معروفة كذا فجأة تضرب كذا بدون أي سبب يعني ما فيها أي نوع من أنواع لا التقاء كلمات ولا ألحان ولا فيها أي نوع من أركان الأغنية حقيقيا استانت وخلت إحنا تاريخنا لازم نحفظ التاريخ خذها مني نصيحة عفوا لا تفضل أنت خذها مني نصيحة والله مو عايشة ولا تقول والله بيتفلسف علينا أبو طلال مش عارف لا خبرة أبو طلال لا تقول المشكلة وما المشكلة هذه تحبط صحيح تحبط لا تتوقع على فكرة بقول لك شغلة إنه والله إحنا محترفين وإنه والله كل شيء سهل جاي ما في شيء سهل خذ مين من أسماء الفنانين اللي موجود كتمثيل هو اللي يكتب هو اللي يجي هو يمنتج الإنتاج ويقدم التلفزيون والدنيا وفلوسه وتتأخر ومش عارف إيه لكن حاب الشغلة هو محبة هو حاب الشغلة ومتفرغ لها ومش موظف وموال طويل عريض لكن تتعب في البداية بس إنك هدف عارف شو كل ما تعبت من جوا على نفسك أوكي وتيجي يا سيدي الكريم تقول أنا والله حابب هالشغلة ذي لكن ما أبغى أقول والله ما عندنا والله عندنا صح لكن روح صح
ولا تسمع، خذها من اخوك من الحين اقول لك، لا تسمع صوت احد يقول لك يا اخي ما في شيء مش عارف، حتقول له والله صح حترجع لك سلبيه. ترى ابعد عن السلبيه في حياتك، على فكره ابو طلال عيش مع اللي يحييك، عيش مع كلنا، ترى بدانا يعني من لا شيء، ويمكن اشتغلنا بدون يعني بدون ماده، بس بعدين يعني الان اكبر دليل على النجاح مخرجنا الجميل عبد المجيد، ما شاء الله يعني تعب صح، تعب الى ما طلع، الى ما طلع الان، والله الآن يصنع نجوم المجيد والجميلين كلهم إيه؟ الموجودين بس في حاجه يعني رامي كان افضل من غيره فيها، وجودك بسوق عكاظ، كيف صار يعني من اللي كلمك من اللي رشحك؟ الترشيح صار من اختيار تقريبا 40 فنان شاب. جميل شفت يعني. فكان الاختيار يعني من دقيق إيه صح، اسمه ملك أمير خالد الفيصل، كان يسمع الأصوات كلها، قال له هذا أقرب صوت اللي ممكن يمثل التراث هذا. شوف أنت الشهادة جاتك بالنسبة كان دقيق في الاختيار يعني جدا جدا دقيق، حتى في الكلمات والأداء وفي سمع الموضوع أكثر من مرة يعني على حسب الكلام اللي وصلني، سمع الموضوع أكثر من مرة، كان في كلمات معينة لا غير هذه الكلمة، لا نطق هنا غلط، فكنت أروح أغيرها في الاستوديو يعني لين طلعت بالشكل يا رب يوفقك. بعدين نقول في الشغلة كيف الوالدة؟ الوالدة مبسوطة الحمد لله والله راضية، أهم شيء طيب شو رأيك نرضى كذا وخليها تنبسط ست الحبايب، ست الحبايب الله وتغني معها. أنا ماني حافظ مضبوط ليش، لأني دائما أشوف يدندن معك، يدندن معك أبو طلال أول بداية، يدندن معك أنت تغني وأنا يلا أنت غني وهو أعزف أبو طلال، لا أنت قوله أنت قول والأمور زي أبو طلال أنت حافظ الأغنية فأنت أنت غنيها، مش حافظها بالبداية يعني بس ما زيك والله ماني حاضر يا حبيبي معلش الله ست الحبايب يا حبيبي ست الحبايب يا حبيبة يا أغلى من روحي ودمي يا حنينة وكلك طيبة يا ربي خليك يا أمي يا ربي خليك يا أمي يا ست الحبايب يا حبيبة 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 الله عليك الله 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 تسلم الله شوف دعوة الأم تافي شوفي أقول لك شغل من أنا صغير واللي هي هذه أموت فيها أعشقها الله بجد الله يخلي لك الوالد ويخلي لك يا ربي يطول عمرك ويخلي لك يا رب ان شاء الله اللهم امين ويحفظكم جميعا. ايش نبغى نقول في الاخير قبل رامي ورا موجود نبي اغنيه اغنيه اختياره اغنيه نختار نكفل فيها اول شيء قبل الاختيار خلينا يعني نسالك عن امنياتك المستقبليه عشان نختم معك باغنيه جميله وحلوه. أمنيات المستقبلية، أمنيات أي واحد حاب يقدم نفسه بشكل حلو للجمهور، حاب يوصل بشكل حلو للجمهور. أنت حلو حاب يوصل للجمهور يعني بسيطة جدا، نبغى مسرح فقط، نبغى مسرح يهتم فينا فقط، المسرح إذا رجع بيرجع معك كل حاجة حلوة، نبغى نستلم العهدة مما سبقونا خلاص جاء دورنا الحين يا رب وأنا وغير يعني مو بس أنا الواحد يعني في ناس كثير أحسن مني ترى مساكين مدفونة يحتاجون يظهرون على المسرح. أنت إيش حاسس فيك؟ طيبة في قلبك يعطيك على قلبك يا طيبة قلبك الله يعطيك ايش عن اسمه كيف طيب القلب انا ابغى شيء لك انت اذا في كنت بروح اكون شيء على مكة والطائف والحجاز كذا وجس كذا بدنا من اجمل اذا كان شيء خاص فيك هو تراث يعني تراث بس ما يعني ما اغني فنانين معروفين يعني زي كذا بس هو دائما في مجالس حجازية وكذا لا توقعت فيك توقعت في كلمات جديدة لك وشيء في اشياء خاصة فيني كثير يعني ما ادري الوقت يسعفنا دندن انا كذا ودي اروح على الحجاز شوي يا حبيبي اسال حبيبي اللي اديتني منتو تحب المنتو المره الجايه انا بنعزمك على منتو جالسين معانا الله يحفظكم ان شاء الله ناحت على غصنها الزاهيه بكانا نواحها وهاج القلب أشجانا أكلما جن ليل زدت تحنانا صداحت الروض ما بكاك يا بكانا
نوحي بشكواك. أو نوحي بشكواك أنا. سألتك باسمك يا سلام، سلم حبيبي وكله يا معين. يا الله سألتك باسمك يا سلام، سلم حبيبي وكله يا معين. واحفظ شبابه بعين لا تنام، وآمنوا يا أمان الخائفين. ما شاء الله تبارك الله. هذا فن يسمى الدانم، فنون مدانم حقيقه. بس ما شاء الله عليك، ما شاء الله. الله يعطيك الصحه والعافيه. والله ودي اني حكلمك كثير وحنقول مع بعض ومش عارف، ما حزن صدقني، بس حتصل عليك دائما من بعد. تامر امر، تامر امر. شاكرة لك ومقدره ايرامي يعني هالحضور هذا الجميل، وان شاء الله يا رب نشوفك من عالي لاعلى. شكرا لك. يا رب العفو. ها انا يعني سعيد بتواجدي مع الاستاذ يوسف الجراح، تواجدي معكم منك ابو طلال استاذ ابو طلال استاذنا وكبير. الله يعطيك العافيه، وان شاء الله نكون خفيفين عليكم ان شاء الله. شكرا لك. انت عسل طيب القلب، ربي يعطيك. جديد معنا. الله يعطيك. سعيدة جدا. انا والله اكثر، الله يعطيكم الصحة والعافية. وتعرف انا دائما الديكور يعطيك احساس البناء. يعني شوف ما شاء الله تبارك الله. لا جميل يعني مش مرتاح، كل شيء جميل. الله يعطيكم الصحة والعافية. هالاعداد الحلو والجلسة الحلوة والمقابلة الجميلة، وتعشينا الله يعطيهم الصحة والعافية. كيف المشروب الجميل جدا ما شاء الله عليها. ما شاء الله ما شاء الله. كان رائع يعني. اسمى الهوساوي عبد الله رامي، هنا رامي عبد الله بسم الله عليه. يعني كانوا مواهب وجيل قادم بقوة، سواء كانت أسمى الهوساوي من الاستثمار والتجارة، ورامي عبد الله بالفن والطرب الأصيل الحلو اللي صوته كذا. شوفي أنا أعطيكم الصحة والعافية، الله يعطيكم الصحة والعافية بجد في البرنامج، وخصوصا المجلس اللي تكلمنا إنه الهدف منه صح إنه منوع، بس في هدف، هدف انه ما نبغى نعبي شريط وسلام عليكم وعليكم السلام وانتهى الموضوع. لا، انه والله في مواهب تكون موجوده، في تنوع، في شيء مهم واحب اقوله على الهواء وهو واضح عند الناس، انه يعني الاهتمام. يمكن طبعا كان في اهتمام كبير في الشباب، في المستثمرين، الاسر المنتجه، المواهب الموجوده او شيء، ولكن بامانه يعني خلينا نتكلم في رؤيه 2030. في شيء اللي هي هذا الإنسان اللي نبغى نستثمره صح، بمعنى أنه يكون يقدم العمل اللي حابه وحنا نساعده كحكومة الله يعطيهم الصحة والعافية، وأنهم يقدمون كل شيء جديد ومتميز. وهذا الشيء اللي موجود على كل أخطاء، ما أتكلم لك أنه والله بس أسر منتجة أو شيء، بالكل. فبرنامجكم، برنامجكم الجميل هذا هو يمثل شيء من سطور هذا. الله. والله الله يعطيكم الصحة والعافية. الله يخليك يا رب، هذه شهادة جميلة. والله بتكلم بجد، وهذا اللي حسيته على فكرة. أعتز فيها أنا ويعتزون فيها زملائي. وكلنا نعتز بهالشيء. يعطيكم العافية على البرنامج الحلو. طولنا وتعشينا. أيه. سمعنا رامي الجميل، ربي يعطيه الصحة والعافية. تعرفي أقول لك شغلة بأمانة بالنسبة لرامي. وكلمة من قلب أقولها. عارف لما قلت له طيب القلب؟ تبان من عيونه. من عيونه. والله صح. بسم الله ما شاء الله. بعدين لما يتكلم ما يتكلم عن نفسه. رامي ما يتكلم عن نفسه، وحتى لاحظت بالكلام ما يقول انا وما انا، لا، زملائي اخواني حبايبي. وهي بذره جميله، وانه في داخله عارف شو، وفي اهتمام في وسط البيت ولا. لكن هي مساله بسيطه، مو كل شغل حيكون سهل، لازم واحد يتعب، لازم يقول، لازم تيجي مش عارف مين، لكن اللي يعطيك طاقه سلبيه حتاخذ سلبيه، حتى لو انت ايجابي صح حتكون سلبي. انا ما اقول كذا واتفلسف او شيء، لكن في مراحل
يعني مرينا فيها وعدينا فيها وهو الحي يحييك والميت يزيدك غضا. الله يعطيك الصحة والعافية. احنا قفلنا كذا لا ما قفلنا لا والله قفلنا الموضوع ولا لسه لا عنك انت الله يخليك. نشرب شاي نشرب شاي نشرب انا معي قهوة بصراحة. الله يخليك. ايوه ايش السؤال؟ انت يعني محب كثير للشاي. الله هذه سر من اسرار لا 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 ابو ضلال، وخصوصا لما يكون شاي شاي كرك بعد يعمل شغل. ايوه ان شاء الله بالايام المقبله تكون ضيف معنا ان شاء الله باذن الله تعالى. ان شاء الله. ابغى اسالك عن المعجبين، ايش اغرب قصه يعني مرت عليك من معجب؟ كثير طبعا والله يعني تخمين الامور. معجبين ومعجبين تاج راسنا، الناس اللي يشوفوك، الناس اللي يدعوا لك، الناس اللي يعني هم راس مالك. راس مالك بس هو لما نقول يعني يعرف الشيء اللي كذا يجيك عفوي ببساطة من طفل إنسان يدعي لك كذا، هذه اللي أنا أحبها. يعني حتى كنت في المستشفى ذيك الأيام وأشكرهم، أنا كل مقابلة كل شيء أشكرهم. ناس ما أعرفهم، ناس أعرفهم من سنين وما شفتهم يوم المستشفى يفيجون وذا، هنا تحس المحبة اللي موجودة. العلاقة حلوة وجميلة، أحب الشارع وأمر ومش عارف مين وأشوف الناس وأستمتع، وأستمتع أكثر لما يدعوني. فأرجوكم عبر برنامجكم، أرجوكم إذا جاء يوسف الجراح في بالكم ادعوا له. ادعوا له أكيد بسم الله عليك يعني ويحفظك. لا تقلق بالعموم يعني ادعوا له، مش مرض أو شيء، لا أمور طيبة إن شاء الله. يعني أنت الأزمة الصحية مريت فيها مرتين وكانت متعبة بالنسبة لك، ولكن هل تعتبرها ضريبة نجومية أو أنه هي لا كانت يعني والله شوفي لا شوفي سبحان الله اللي مر هذا يعني سبحان الله تصير معي إنسان بس الحمد لله شر وراح هذا، لكن هي بنتني من جوا أكثر نفسيا نفسي إيه طبعا 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 ما صرت أتحمل أضيع وقتي خلاص، وصلنا في العمل يعني في مطمطة الكلام مش واحد زائد واحد يساوي اثنين انتهى الموضوع. يعني الرتم الهادي هذا ذبحني في حياتي، فهي هذه المسألة اللي مهمة. والأجمل من هذا كله يعني حسيت بداخل نفسي اني مقصر مع نفسي كثير كثير كثير، يعني عارف شلون الآن صرت تهتم بنفسك. لا أهتم بنفسي مش صحيا وبس، من داخلي في بيتي في حياتي في علاقاتي الأسرية. صح الحمد لله عندي مؤسستي وشغال، والناس تتوقع بس انه والله تركيز تمثيل، لا عندي الحمد لله الحمد لله رب العالمين مشاريع طيران مشاريع يعني شغال يعني كويسة، واكسب في الشهر الحمد لله 2500 ريال ما شاء الله. يعطيك الصحة والعافية. بس ركزت كثير ركزت كثير. عارف الأزمة تبين لك مين معك مين ما معك، مين اللي من جوا مش عارف مين، هذا كله ركنته على جنب. أنا الشغل اللي عند الله ورب إن شاء الله يوفقنا، نقول يا رب العالمين وبس هذا كله. يعني كانت غرفة التنويم أيامها مكتظة طبعا، زاروك الكثير من الناس وأنا أشكر لزيارتكم والله في التلفزيون وكلكم الله يعطيكم الصحة والعافية. ذكرت أنه يعني في أشخاص تعرفهم من الطفولة زاروك، هذا شيء جميل. شو أقول لك يعني عرفتهم؟ سبحان الله ولا عرفهم؟ لا أوكي لما يكون معك زميل في أول ابتدائي ودرسنا في الابتدائي إلا ما تذكرين طبعا شو تذكر كل الناس، بس يجي يقولون كنا في الابتدائي عارف الذكريات الحلوة الجميلة وهالطاقة الجميلة اللي تجيك مش عارف تنسيكي أي شيء، تجي تقول الحمد لله يا رب أحمدك يا رب. يعني إيش قدمت للبني آدم؟ يعني أنت كأنت أبو طلال مثلا إيش قدمت للناس عشان والله يكون هالموجود؟ فضل الله ثم دعاء والدين بيت أهل زوجة يعني الحمد لله. أنت حاسس أنه أنت قصرت مع نفسك، من أكثر يعني فرد من الأسرة أنت كنت مقصر معه؟ لا ما أبغى أحدد بعين الموضوع، لكن الزمن سبحان الله الواحد لما يكون مركز ورايح من هنا ومن هنا سنين تمر الله. ابنك ممكن يكبر وانت مسافر ورايح وجاي مش عارف وفي الوقت اللي يحتاجه على إيش لو حسبناها على إيش في الأخير هو عمل عملين في السنة، لكن ضياع الوقت اللي بينهم ماخذك هي المسألة اللي سبحان الله اللي لملمتها هذا اللي أكسبه يعني عارفك إيه؟ بس الحمد لله، لكن إن شاء الله أنه ما في تكسير، وفي تكسير سامحونا يا حبايبنا وربنا يعطيكم الصحة والعافية. لكن أتكلم في الأخير عشان لا يصير الموضوع كذا نقفل القفلة حلوة وجميلة وأنت طيبة وسالمة. الأمور طيبة استقرارك وأمور استقرار. أنا في الرياض في الرياض أو حياتي في الرياض والله ما بين هنا وهنا يعني الفترة الجاية إن شاء الله حيكون في عملين إن شاء الله بإذن الله تعالى
على شاشة الـ MBC. أتمنى إن شاء الله بإذن الله تعالى أنه التلفزيون السعودي وفي كذا نص جان موجود إنتاج التلفزيون السعودي رمضان إن شاء الله بإذن الله اللي حابين فعلا نقدم له شيء. ونتمنى نعيد الكلام الأولاني، ترى نحبكم يا حبايبنا، وخلوا المسلسلات كثيرة عشان الناس والبرامج تكون موجودة. أكثر شخصية بدام أنك أنت بدأت تتكلم حجازي، أكثر شخصية راسخة لسه في داخلك ودائما تبرزها أبو؟ لا شوفي، مش هي عند الناس أكثر مننا، لكن شخصية أي شخصية قدمها أنه ناصر وراكان، وخصوصا ما تكون في الغربية الناس يحبونها، مش عارف في كيمياء كذا مع ناصر ومع عبد الله كم موجود يعني. أميدة سابع عمر قال لي زي كذا إيش لي مش عارف، مع إنه في حلقات تتكلم لهجة العادية وتكلم لهجة العادية، لا يحبونها لكن ميالين أكثر مش عارف إيش للشخصيات هذه، وخصوصا إيش هي مشاهد تعرف المشهد لما يكون مع الناس وتكلم عبد الله في وزن وحلو وأنت مرتاحة وفي تاريخ وأعمال تكون موجودين مع بعضها، فأنا مرتاح وهم مرتاحين فقولها بالطبيعية الحياة. من أكثر يعني فنان من الفنانين اللي أنت بدأت معهم تحب تشتغل معه مرة ثانية؟ والله قاعد صف صفين يحب فيه. كلهم فيهم الخير والبركة، كلهم فيهم خير يعني بركة. علاقاتك كويسة معهم ولا الحمد لله؟ الحمد لله أنا ملك نفسي، ما أحب إني والله أكون مع فلان ضد فلان أو فلان ضد فلان، لا لا أبدا ما عندي أي مشكلة مع الكل. أنا اللي يشدني أكثر شيء النص، نص حلو، الحلقة موجودة أقدر أعبر فيها عن ما في داخلي ماشي. ترى في نصوص كثير تجي، الناس يسألوا وينك أبو طلال، نصوص كثير تجي لكن ما حبيت الورق، ما حبيت التركيبة، ما حبيت إنه شيء ما هو معانا، مو في حياتنا، شيء عارف الفانتازيا اللي مش عارف مين ولا احنا بنعمل الشغل الاجتماعي الحلو الهادف الكوميدي اللي موجودة، واحد زائد واحد يساوي اثنين. قلت لك التطويل ما أحبه أبد، طولت عليكم في الحلقة صح؟ طولنا في الحلقة؟ كم باقي لنا؟ كم الأمنية الأخيرة قبل ما نقول مع السلامة. الله يحفظك. الأمنية الأخيرة. أتمنى لكم كل الخير، وأتمنى لكم إن شاء الله يا رب العالمين السعادة، وشكراً على هالموضوع. ولو في أمنية أخيرة، أمنياتي كثير. أتمنى من الله إن الله يكون يعني والدين راضين عني، وأنت طيب وسالمين، وبيتي وحبايبي والناس كلهم يكونوا راضين علينا، ولا رب ان شاء الله ما اكون زعلت احد ان شاء الله يا رب ان شاء الله. ولو زعلت احد لا ان شاء الله، لا والله احيانا ترى عصبي صرت عصبي. انا اشكرك جدا الله يحفظك معي في الحلقه، يخليك. انا اللي شاكر ومقدر هالجلسه الجميله وهالبرنامج الحلو، ما بطول على السريع، ومسي عليكم كلكم ومسي على كل الضيوف اللي كانوا موجودين، ورامي حبيبي يا طيب القلب الله يطيب القلب يعطيكم الصحه والله. وانتم مشاهدينا الكرام للقاء.